ينضم إلينا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، محفل هام وملتقى ثاني للصناعة المصرية، والهدف هو زيادة التنافسية، زيادة التصدير، تقليل الواردات، عدم الضغط على العملة الأجنبية. يعني روافد كثيرة فيما يخص الصناعة المصرية وانتعاش الصناعة المصرية، كيف تراها؟ طبعا اسمحي لي في البداية يعني أؤكد على واقع ملموس بالفعل، وهو أن مشروع التنمية الذي قامت به مصر خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مشروع يمر في أصعب الظروف، بدءا من حوادث الإرهاب، تداعيات كورونا، تداعيات الحرب الأوكرانية، اليوم نحن أمام تحديات حرب غزة. وكان من المهم جدا أن يكون هذا اللقاء بحيث أن نؤكد على أن الأحداث والتحديات لن توقف مشروع التنمية المصري، وأن مسار التنمية المصري ومسار تطوير الصناعة هو مسار مستمر، وأن الدولة المصرية هي دولة كبيرة ومعقدة التفاصيل وتستطيع أن تصيغ مشروعها التنموي رغم كل التحديات، وأن كل منا في موقعه يجب أن يعمل في القطاع الصناعي. يجب وكما بدأ من توجيهات السيد الرئيس لنا جميعا كمواطنين وللصناع ولرجال الأعمال، أن الدولة المصرية بتدعم القطاع الصناعي بتسير في مسارها التنموي الذي بدأ بالكثير من الإجراءات منذ توفير الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة وتقديم الحوافز الاستثمارية وغيرها. الدولة المصرية وبتوجيهات من السيد الرئيس اليوم مصممة أن تسير في هذا المسار. السيد الرئيس وبنفسه من خلال هذا المؤتمر بدأ لنا وأنه يناقش رواد الأعمال والمستثمرين لكي يعرف ماذا يريدون، هو يدعوهم إلى التوسع في الإنتاج، ويطلب منهم أن يعبروا عن احتياجاتهم، بما يعني يوضح بأن السيد الرئيس جاهز للتوجيه بالاستجابة لكل متطلباتهم من أجل زيادة التوسع في نشاطهم الإنتاج في العملية مع عدم تكرار نفس المنتج. وكان في شيء مهم جدا السيد الرئيس نوه عنه اليوم، وهو أنه إذا كانت الصادرات وصلت إلى 35 مليار فإنه يدعو القطاع الصناعي للاعتماد على الخامات المحلية، وألا يكون من ضمن ال 35 مليار صادرات جانب كبير منهم عناصر إنتاج مستوردة من الخارج. وهذا الأمر أمر في منتهى الأهمية، فإن الحل في هذه المرحلة لابد أن يكون من البحث عن حلول محلية، البحث عن عناصر إنتاج محلية، سيما وأنه مع ارتفاع تكاليف حصول مصر على عناصر الإنتاج الأجنبية، الأمر سوف يترتب عليه بأن الخامات المحلية أصبح لديها ميزة تنافسية مهمة، ولكن يجب على القطاع الخاص أن يتجه إلى الابتكارات المحلية، يتجه إلى تطوير والدخول في تفاصيل العملية الإنتاجية. يعني إحنا لاحظنا اليوم في الكثير من المشروعات اللي تم عرضها بالتعاون مع مبادرة ابدأ وشركة ابدأ، هذه المبادرة التي بتستهدف في الأساس إلى تعميق المنتج المحلي. نعم، تعميق المنتج المحلي وتذليل العقبات. أيضا الدولة المصرية حرصت الحقيقة على توفير المجمعات الصناعية المرفقة من أراضي أو ما يصل إليها من تسهيلات، ويمكن أيضا أن تقدم دراسات الجودة فيما يريد أن يبدأ مشروعه الخاص. كيف ترى هذا الأمر في عملية تنشيط الصناعة أو حتى في تمكين الشباب لإقامة مشروعاتهم؟ طبعا هي الفلسفة الأساسية في ذلك هي الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من العمل. تلك الدعوات التي نسمعها، ولكن بنتابع أن الدولة المصرية قامت بالفعل بإجراءات على أرض الواقع، سواء من خلال تقديم دراسات الجدوى والمشاريع المتميزة في الخرائط الاستثمارية، أو تقديم المرافق وإمكانية استرداد تكلفة إدخال المرافق للمشروعات، أو المجمعات الصناعية اللي انتشرت في مصر بالكامل. وكان من المهم أن السيد الرئيس اليوم يدعو إلى أن لا يتركز تعاون وتفاعل المستثمرين مع المدن الأساسية في العاشر من رمضان والمدن الكبرى الصناعية، ولكن هو يدعو الجميع لأن ينتشر في المجمعات الصناعية في كل مصر، في الصعيد، في غيرها من الأماكن. هذا الأمر اللي كان أيضا بدأ من حديث السيد الرئيس بأن الدولة المصرية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط في مجال المجمعات الصناعية، ولكن هو يوجه بأن يكون هناك آلية معينة تقدم فيها الدولة المصرية الأرض والجوانب الإنشائية
للمستثمرين سواء من خلال مستوى مستثمري المجمعات الصناعيه او غيرها من المستويات. فالقضيه الان يعني وبدا وان السيد الرئيس ملم بتفاصيل هذا الامر بصوره كبيره جدا. فرائد الاعمال الصناعي هو رائد اعمال مهم جدا، المستثمر الصناعي لديه خبره مهمه جدا في هذا الامر. السيد الرئيس يريد ان يتفرغ المستثمر الصناعي الى العمليه الانتاجيه، الى اختيار الالات، وان لا تتشتت جهوده في العمليه الانشائيه. من هنا فان التوجيه ياتي للدوله بان تكون اكثر مرونه مع المستثمرين الصناعيين، بان تقدم لهم كل ما يمكن ان يفرغهم الى العمليه الانتاجيه بصوره تؤدي الى تعظيم دورهم وزياده حجم انتاجهم، بما يؤدي في النهايه الى زياده الناتج المحلي الاجمالي. وياتي مربط الفرس فيما يخص عمليات تسويق البضائع ونقلها، وهو ما تطلب البنيه التحتيه المتكامله التي حرصت أيضا عليها الدولة المصرية. كيف ترى هذا الأمر فيما يخص تسويق المنتج المحلي وزيادة جاهزياته، سواء للاكتفاء الذاتي داخل السوق المصري أو بزيادة التصدير إلى الخارج؟ هو طبعا يعني الدولة المصرية عندما تحدثت وقامت بإجراءات من أجل البنية التحتية، فإنها قامت ببنية تحتية معمارية وإنشائية وبنية تحتية بشرية أيضا. البنية التحتية الإنشائية تبعناها في الأراضي الصناعية، في تطوير الموانئ، في تطوير الطرق، في كل ذلك. وهناك بنية تحتية متعلقة بالإنسان والاستثمار في الإنسان. هذا الأمر الذي تابعناه اليوم من خلال المدارس الفنية المتخصصة في مجالات ربما البعض يسمع عنها لأول مرة، أن تكون هناك مدرسة فنية متعلقة بالأمور الملاحية واللوجستية. فالاستثمارات الفنية سيما في القطاع اللوجستي والقطاع البحري والقطاع الصناعي ده شيء مهم جدا. السيد الرئيس لفت النظر اليوم في أنه يمكن تطوير المدارس الفنية التقليدية الحالية بالشراكة مع القطاع الخاص لكي تكون متخصصة في أمور تتناسب مع سوق العمل. من هنا فإن الدولة المصرية وبتوجيهات واضحة من السيد الرئيس منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، وتقدم له كل ما يريد وكل ما تستطيع تقديمه، سواء في مجال تقديم البنية التحتية أو في مجال التعليم بتطوير المدارس القائمة من أجل أن تتناسب مع سوق العمل، أو بتقديم الحوافز التشريعية. الواقع أن السيد الرئيس بدأ في هذا المؤتمر بأنه يؤكد على أن الجميع يجب أن يعمل، وأن الجميع يجب أن يطمئن، وأن الجميع يجب أن يعلم بأن الدولة المصرية تقف إلى جانبه من أجل زيادة الإنتاج الصناعي، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار صادرات. ليس فقط 100 مليار صادرات، ولكن يكون الجانب الأكبر منها مكون من مستلزمات إنتاج محلية. نعم، ما يوازي 100 مليار دولار صادرات. لكن أيضا نتحدث عن فكرة تغيير الصورة الذهنية، لم نعد بحاجة إلى الرجوع إلى الوراء مرة أخرى. التعليم الفني وتطوير التعليم الفني وما يمثله من أهمية داخل المجتمع المصري كقاطرة سواء للصناعة أو لما يحتاجه السوق المصري. هو بالتأكيد التعليم والثقافة ده شيء مهم جدا، لأن من المهم يعني أن يكون الشخص الذي سيقوم بالعملية الإنتاجية لديه الثقافة الكاملة ولديه التعليم الكامل. المستقبل في مجال الصناعة لم يعد للعامل الذي يستطيع بالكاد أن يقرأ ويكتب، ولكن الصناعة في المستقبل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تتعامل مع المطور والتكنولوجي. المطور هو الذي يطور التكنولوجيا، والتكنولوجي الذي يقوم بتنفيذها. الآلات الحديثة هي آلات معقدة، يجب على الذي يتعامل معها أن يكون لديه العلم والدراية ولديه الحب لهذه الآلة والحب لهذه المنشأة والتأهيل اللازم لكي يتعامل مع تكنولوجيا المستقبل. من هنا فإننا نتابع ليس فقط على مستوى المدارس الفنية، وهي وتابعنا اليوم افتتاح مدرستين لمبادرة ابدأ، ولكن أيضا يجب أن نشير إلى توسع الدولة في مجال التعليم الجامعي الفني بإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية التي تخدم تكنولوجيين على أعلى مستوى يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا الصناعية الحديثة، ويستطيعون تطويرها، ويستطيعون تلبيس سوق العمل. فرغم أن هناك الكثير من الشباب الباحثين على عمل، إلا أننا نجد أن هناك رواد أعمال صناعيين يطلبون مهارات محددة ويبحثون عنها بصعوبة على حتى يجدوها. ومن ثم تخلق فجوة ما بين ما هو
يخرج من الجامعات والمعاهد المختلفة وما بين متطلبات سوق العمل. بالتأكيد، وهذه الفجوة بنتابع إجراءات من أجل التعامل معها خلال الفترة الماضية، سواء من خلال التوسع في التعليم الفني وإعادة تهيئته أو التوسع في التعليم الجامعي من خلال الجامعات التكنولوجية. ولكن ما تابعته اليوم هو تأكيد السيد الرئيس على أنه يريد أن يكون القطاع الخاص شريكا في كل ذلك، يريد أن يكون القطاع الخاص شريكا في أن يكون شريكا في تطوير مدارس فنية، شريكا في أن يكون مستثمر صناعي إن كان يريد شراكة مع الدولة. فهناك شركة إبدأ، فهناك الكثير من الآليات، كما أن السيد الرئيس بدأ وكأنه يدعو إلى أن تكون هناك آليات وأن يكون هناك تواصل حكومي ما بين الحكومة والمستثمرين للبحث عن آليات جديدة للشراكة وتوسع كبير في الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بما يعود بالمنفعة على القطاع الخاص وتفريغه إلى العملية الإنتاجية والتخفيف عن ما يواجهه من مشكلات بيروقراطية ومشكلات متعلقة بتوفير المرافق، البناء، الإنشاء، غير ذلك، بصورة تؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج الذي يترتب عليه السيطرة على الواردات، بيترتب أيضا خلق فرص عمل، بيترتب زيادة الناتج المحلي الإجمالي. اليوم ونحن في النسخة الثانية لهذا المؤتمر والمعرض نحن أمام مرحلة نبسط فيها النجاحات التي حدثت خلال العام الماضي منذ النسخة الأولى إلى أن وصلنا إلى هذه المحطة، ثم ومن خلال توجيهات السيد الرئيس نتابع ماذا يمكن أن يضاف إلى هذا الملف بصورة تؤدي إلى تعميق الصناعة المصرية، الحد من الواردات، زيادة حجم الصادرات المصرية. سأخذ نفس العبارة التي تتحدث بها، ما يمكن أن يضاف إلى هذا الملف كعامل تحفيزي لزيادة الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار فيها؟ يعني وده اللي باكد عليه دايما، لان الدوله المصريه لا تبدا من الصفر، الدوله المصريه لديها اقتصاد كبير ولديها اقتصاد متنوع، ويجب ان نفخر بما نمتلكه من امكانيات. نواجه تحديات، نعم نواجه تحديات، والعالم بالكامل يواجه تحديات، ونحن قادرون على التصدي اليها. واجهنا الكثير من الصعوبات، ولكن العمليات التنمويه والمشروعات القائمه التي نشاهدها امام اعيننا والتي افتتحها السيد الرئيس على مدار السنوات الماضيه هي شاهد على نجاح الدولة المصرية في تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات، زيادة حجم الصادرات المصرية ودخولها في أسواق جديدة واقتحامها الكثير من المجالات الجديدة هي شاهد نجاح. نحن لا نبدأ من الصفر، نحن أنجزنا الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، ولكن في ظل هذا العالم المتقلب وفي ظل إعادة لهيكلة الاقتصاد العالمي وإعادة لتكوين سلاسل الإمداد، مصر تبحث لها عن دور، مصر تبحث لها عن مجال أن تكون عنصر فاعل في مجال الصناعة، سواء الصناعة بمفهوم التقليدي أو الصناعات التكنولوجية أو حتى صناعة اللوجستيات وصناعات النقل وغيرها من الصناعات. هذا الأمر المعقد شديد التعقيد بتتعامل معه الدولة المصرية من خلال منتجات دعم متعددة على المستوى الصغير والمتوسط والكبير. على المستوى الصغير لدينا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يقدم الدعم ويقدم التمويل ويقدم دراسات الجدوى والأفكار وغير ذلك. على المستوى المتوسط وبنتابع المجمعات الصناعية التي تقدمها الدولة للمستثمرين والخرائط الاستثمارية التي تساعدهم على اقتناص الفرص. على المستوى الأكبر فإن هناك لقاءات مباشرة ما بين السيد الرئيس وما بين كبار المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسيد الرئيس بيقوم بلقائهم بنفسه، وتابعنا نتائج هذه اللقاءات في صورة مشروعات كبيرة. لدينا اتفاقات كبيرة في صناعات الهيدروجين الأخضر، في صناعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أيضا مشروعات البتروكيماويات الكبيرة، مشروعات الغاز والبترول وغيرها من الصناعات الكبيرة. إذن فالدولة المصرية تسير في مسارها الصناعي في مسار متنوع، وتعمل فيها على أن تتعامل مع كل ملف وفقا لأولوياته ووفقا لمتطلباته التي تدعمه في مساره الناجح. نعم دكتور وليد، ماذا عن قطاع الصناعات التعدينية والمقومات المصرية في هذا القطاع تحديدا؟ هذا القطاع يجب، ونحن في هذه الظروف العالمية المتعلقة بمشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط،
يجب ان نقدم الشكر والتحيه الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بمبادره منه باتفاقيات ترسيم الحدود، قام بالتوجيه بسداد مستحقات شركات البترول والغاز التي تراكمت خلال فترات الاضطراب السياسي، وهو ما ترتب عليه ظهور حقل ظهر، التوسع في استكشافات الغاز، التوسع في استكشافات البترول، ارتفاع كبير في صادرات مصر في المنتجات البتروليه والبتروكيماويات. هذا الامر الذي بنتابعه على ارض الواقع من خلال الكثير من المشروعات في مجال البتروكيماويات والتي افتتحها السيد الرئيس، ايضا في مجال الاتجاه نحو ان تكون صادرات مصر من البترول صادرات خام، بان تكون لدينا مصافي بترول متخصصه تلبي الاحتياجات السوق فيما المحلي فيما يخص توفير الطاقه سواء للصناعه او للاستهلاك المحلي، وايضا المثلث الذهبي قنا سفاجا القصير فيما يخص الصحراء الشرقيه وتنميه الصناعه التعدينيه بداخلها. اشكرك جزيل الشكر الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي.